بقى اخبارك ايه؟ انا هو تمام، انا مخلص البوم بقالي بتاع سنه وثلاث اشهر. مخلصه مع مصطفى السويفي وقناه مزيكا. ونزل؟ والله 8 اغاني ولا نزلنا حاجه منهم خالص. ليه؟ ما جه موضوع كورونا الدنيا ملاقي. بس ايه دخل الكورونا في نزول ال ما هو الحاجه اللي بتتسمع في الوقت ده الناس مش لا يعني عمرو دياب نزل، تامر حسني نزل، الناس كلها نزلت. ما هو في جزئيه نزلت بس برضه يعني 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 تحس ان الموضوع مش جاي. يعني تبص تلاقي مثلا حاجه زي مهرجان عامله 100 مليون و150 مليون في وقت اللي منزلين اغاني متكلفه بجد الدنيا مش موجوده اساسا. لا ما هو انتوا لو انتوا فضلتوا، ما هو ده اللي مخوفني بقى، لو انتوا فضلتوا تتراجعوا وتبصوا المهرجانات بتعمل مشاهده قد ايه. هو مش مساله مشاهده، هتسيبوا الناس من غير حاجه غير المهرجانات فهتبقى كارثه. بصي هقول لك على حاجه، الموضوع دلوقتي عباره عن ايه؟ كل حد بيصرف على حد جنيه عشان ياخد الحاجه اللي عنده يحطها في قناته. عشان قصدك ان هو لازم يضمن انك هتجيب مشاهده معينه عشان كده يصرف. بالظبط. وبدات اللي هي شركات الاتصالات هي اللي بتتحكم دلوقتي في مين اللي ينزل دلوقتي ومين اللي ما ينزلش دلوقتي. لان 90% من يعني شغل الالبومات اللي بياخده شركات الاتصالات. والله كله يعني اللي فيه اللي بيبقى ماضي مع فودافون وفي الماضي مع مين في الماضي مع اتصالات كده مع وي. بس انا بحس ان الاغنيه الشعبيه دي احنا حاجه ما بنقدرش نستغنى عنها يعني. ولا عمر حد هيستغنى عنها. بس الاغنيه، بص يا استاذه انا عايز اوصل لك معلومه، الناس في الوقت الحالي يا هقول لك حاجه، الفنان هاني شاكر مثلا لما نزل هو واحمد سعد بتاعت يا بخته طبعا حلو، ولا هي مهرجانات ولا اي حاجه، وكان ممكن الفنان هاني شاكر يقول لك انا هبطل بقى عشان النوع الطربي بتاعي ده مش مطلوب. تمام. مثلا تمام. ما عملش كده. تمام. هو عمل اغنيه الناس كلها سمعتها، مش مهرجانات بس عجبت الناس قوي. ما هو ماشي عجبت الناس قوي الوقت ده عايزها لازم تعمل 100 مليون قصدك؟ لا مش مساله 100 مليون، بجانب الارقام اللي بتتشاف تحس انها مش موجوده. ده في اغاني كتير يعني الوقت الحالي كله بيجري على انه يبقى عنده قناه لوحده. ابدا بقى اعمل عليها نسبه مشاهدات، اعمل عليها على اليوتيوب يعني على اليوتيوب خلاص. اللي هي دي مصدر رزقي لاني خلاص بقى مش انت. ما هو ده الناس اللي هي لسه مبتدئه ومحدش عارفها يعني مش انت. ده انا لسه عامل قناه ما بقاليش والله هو بتاع شهرين ولا شهرين ونص. لان لا قصدي اقول لك ايه، ان احنا عندنا فنانين كبار جدا. احنا استاذ احنا شغلنا مكلف. لا قصدي اقول لك ايه، يعني انا لو قارنت، لو انا حددت نجوميتي او شهرتي حسب انا عندي كام فولور دي تبقى كارثه. في ناس عندهم 17 مليون و18 مليون وهمي ومش عارف ايه ومحدش عارفهم. وهمي وهمي وهمي. وفي ناس فنانين كبار مش مهتمين خالص بالسوشيال ميديا زي الفنان كريم عبد العزيز، الفنان احمد عز، الفنان كل دول. انا ولا في دماغي والله، والله ما في دماغي. بس هو الموضوع كله بقى انتاج، يعني الانتاج هو اللي متحكم دلوقتي في كل حاجه. لا يعني قصدي اقول ان انت ما بتقدرش تنتج لنفسك كل شويه اغنيه كده سنجل تنزلها. ما هو انا دلوقتي ما هو دلوقتي انا بعمل ايه؟ لما تيجي مثلا بتنزليها سنجل خلاص بدل ما تنزليها تديها لمين؟ فتخليها ليك انت. فبضطر انزلها فين؟ في قناتك. في قناتي. لا بس انت ممكن تنزلها في حتت تانية وتعمل الحقوق ليك، فكل ما تنزل في اي حته تانية الفلوس تدخل لك برضه. يا استاذه دلوقتي اللي بياخد اي اغنيه بيقول لك الحقوق بتاعتي. اذا كان التنازل بقى ب 50 سنه. يعني انا افضل اغني الاغنيه 50 سنه. 50 سنه تنازل ازاي؟ يعني ازاي اعمل تنازل؟ ازاي يبقى تنازل 50 سنه؟ ازاي كل لما انا اجي اغني اغنيه في لايف مش بتاعتي؟ لا يعني بس اللي انت بتقوله ده مش حقيقي بجد. لا ده حقيقي، يعني انا دلوقتي في اغاني مغنيها من 20 سنه. لما باجي اغنيها دلوقتي في اي لايف مش بتاعتي. هي بتاعتي انما حقوقها مش بتاعتي. حقوقها بتاعت مين؟ حقوقها بتاعت المنتج اللي هو اللي هو التنازل باسمه مؤلف وملحن. بيقول لك تتنازل عنها 50 سنة؟ ما خلاص ما التنازلات كلها بقت 50 سنة. طيب أنا بقول لك إيه المشكلة إنك تروح تأجر استوديو ب 1000 جنيه ساعة وتروح تعمل تسجل أغنية بتاعتك ما أنت؟ إحنا الأغاني الأغنية بتاعتنا بتاخد بال 13 و 14 ساعة. على بال ما بتخلص أغنية إحنا شغلنا وتريات وصولوهات مش موضوع اوضه وتعملت فيها اغنيه.
يعني احنا مش يعني مش يعني الاغنيه الاغنيه بتاخد بالخمس ساعات ميكس، ده غير بقى غنى، ده غير تركيب كمانجات، غير كل سولو داخل لوحده بياخد قد ايه. يعني الاغنيه بتاخد لها 13 14 ساعه. بس قصدي لو ضحيت بشويه فلوس، ما انت بتضحي، بس بتيجي في النهايه بتلاقي يعني يعني انا لما الذوق العام اختلف، الذوق العام اختلف خالص. الناس في الوقت ده بيفكر يرقص ازاي. بوصلها لك دغري، انت عارف انا صريح جدا. انا على فكره انا عن نفسي بحب المهرجانات جدا، بس ابتديت مؤخرا احس ان بقت كتير بقى. لا ده مش كتير، دي بقت يعني مفتوحه على البحر. يعني سمعنا بنت جيران انبسطنا، سمعنا اندال اندال انا بحب احمد موزه انبسطنا، مش عارف ايه. لكن خلاص بقى يا جماعه، يعني عايزين نغني شويه بقى، غير عايزين نغني يعني غير، عايزين نغني عشان بتضايق قوي لما بلاقي بنات صغيره ولاد صغيره بيغنوا الاغاني دي. بس استاذه حسبنا الله ونعم الوكيل في حاجه اسمها تيك توك. بس توك انا ما عنديش، صدقيني والله هو ده يعني ده الشر اللي موجود، وده يعني الشر الاشر اللي جاي. لا يا خلى الولاد يقولوا الفاظ مش لطيفه، وخلى الحياه 30 ثانيه ان الاغنيه بتسمعي منها نص دقيقه وتروحي قلبه غيرها حقيقة. وتيجي تكلميه يقول لك انا تيك توكر، وهنا انا يوتيوبر، وهنا مش عارف مين جايب مراته واخواته بيصوروا مش عارف عامل ايه انا بحب قوي حمو بيكا والناس. هو انا ما بكرهمش، بس انا يعني ابتديت احس مؤخرا الموضوع زاد. هقول لك ليه زاد. زاد لان هم طلعوا كل شويه، ده بيقول انا يعني سبحانك يا رب، بيقول انا جبت عربيه مش عارف ايه، وده بيقول انا جبت عربيه ايه اكس اكس، وده بي مش عارف مصور نفسه جاب ايه، وده مصور نفسه جاب ايه. فالناس بتتوهم بالحاجات دي. طبعا طبعا، يعني انا واحد من ضمن الناس. يعني انا ابني لو ما انت ما عندكش اكس اكس وانا ما عنديش اكس اكس، ما هو والله العظيم مش عارف. ما احنا يعني الواحد الحمد لله يعني لو بتركب لو راكبها انت من 2018 مثلا 19، احنا راكبين عربيات من سنه 93. بس عايز اقول لك حاجه، جمهور السوشيال ميديا مع كل احترام مش هو الجمهور الحقيقي. ما هو مش هو بس يا استاذه، لان انا لما بشوف جمهوري في الشارع مش بحس ان هو ده اللي على السوشيال ميديا. وانت نفس الحكايه، بص الناس عامله ده حقيقه، بس ده بقى القليل، ده اللي اسمه اللي هو بقى مخفي. مش قليل، هو مخفي. مخفي، ما هو ده اللي قصدي. ما هو ماشي، ما هو مش قليل ده. جمهورك مش هيتغير يا استاذه. جمهورك بالزبط. بيحبني سواء انا بقى بقيت حلو او عملت حاجه وحشه، فهو جمهوري قابل محبين على كده. انما هي المساله ان هو الجمهور ده دلوقتي مخفي في وسط الفيروس ده. والدليل على كده ان في ناس امنيه حياته بيجيب ابنه عنده 6 سنين وبيقول لي عايز يغني، اقول له ايه؟ يقول لي اعمل له قناه زي الناس اللي عاملين قنوات. يعني ده في ناس بتلاقي والله العظيم مش يقول لي مثلا هوديه مدرسه لا ايه؟ هو طبعا لا شك، انا قلت قبل كده ان الترند والسوشيال ميديا جننت الناس حقيقه، يعني بعض الناس يعني. لكن خلاص الناس كلها دلوقتي قاعده بتفكر ازاي بعد ما الفيسبوك كمان بقى بيجيب فلوس، ازاي اعمل حاجه تخليني اجيب فلوس. هي بقت كده اسهل فلوس ليا، انا قاعد فاجيب فلوس. دي حاجه خطر جدا استاذه. هقول لك ايه، انا عندي معادل يوميا تخش على بتاعه الابراج. المعادل دي مراتك؟ يعني المدام عندي خش على بتوع الابراج، وانا ما بحبش خالص انا بتوع الابراج. متخيله؟ وتقول لي بص هي ده، بص قناتها عليها كام؟ قناتها عليها 1,000,000 مشاهده. يعني هي صدقتها من هنا ان عليها ناس عليها كتير، مشاهدات كتير. وغيره بقى تبص تلاقي مثلا بتوع الابراج دول بقوا 50 واحد، اللي بيقولوا مثلا اخبار حوادث بقوا ده في دجالين وفي صحراء وفي كل حاجه. يعني انت لما بتجيبي انسانه مثلا يعني في حلقه ويكون مثلا حصل لها موقف ولا حاجه، مهما كان مش هتهنيها. انما في دلوقتي مثلا على تخشي يقول لك مش عارف ايه وفلانه ومسكوها فين ومش عارف وعملت ايه وسوت ايه، اصل الواد ده كان مش عارف. الله 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 الله، ده في سكتشات تمثيل بتتعمل برضو بحاجات عيب قوي تمثيليه. طب قولي لي بقى، اكيد في وقت من الاوقات هيبقى في رقابه على الحاجات، اكيد هيلاقوا لها حل. بص يا استاذه، انا اعرف طالما كل اللي مالوش فيه اتدخل في اللي مالوش فيه فهتفضل على كده، اما يبقى لها حاكم
يعني بقولك لازم هتتربط اكيد. بس كده اهو، انت شغلتك ايه؟ انا شغلتي كذا، يبقى انت تشتغل في كذا عشان لما تيجي تعمل كذا على قناتك اسالك عشان دي شغلتك. وكل واحد بيتكلم في حاجه يغيب الناس عن التاني، فخلاني مش مصدق حد. يعني من كترهم قوي مش مصدقه ده ولا هتصدقي ده ولا هتصدقي ده ولا هتصدقي. انت بقى بتصاب بالاحباط؟ يعني جات لي فتره كده في الاول، يعني لما لقيت الدنيا ساحت كده وقفت خالص وخلصت خلصت البومي في صمت. وعملته برضو الالبوم على طارق الشيخ قديم خالص، ما اتأثرتش وسايبه هو لحد ما تخلص الدنيا، بس تروق الدنيا من كورونا. لان انا على عقيده الناس عشان مقفول عليها البيت قوي، فلما بتخرج بتبقى عايزه ترفع عن نفسها قوي، فعايزه حاجه فيها ريتم وبتاع. بالظبط كده اهو. واللي قاعد في البيت برضو قصدك ان الحياه دلوقتي بقت كلها ضغوط، مش عايزه حاجه نقعد نسمع حاجه رايقه ولا بتاع. بالظبط يا استاذ، احنا في الشغل في اللايف بس كده. والله لا، الاغنيه الحلوه حلوه وبتتسمع، ويعني الاغنيه الحلوه بتتسمع بتعيش. يعني ما هو في اغاني عامله 150 مليون والناس نسيوها، وفي اغاني عامله 10 مليون والناس حافظاها. الحسبه بالنسبه لي مش كده، بس هي الحسبه دلوقتي الوقت نفسه. في حاجات كتيره مغلوشه على حاجات،